السلام عليكم. كنشكر الرئيس في المنظمه ديال المهرجان ديال القوافي لفهاد المناظره اللي عطانا فرصه اننا نكون متواجدين هنا في مدينه سيدي افني، اللي صراحه لقينا اقبال جماهيري كما كنقولوا ما حسيناش كاع اننا رحنا بعاد على مدينه الدار البيضاء ولا مدينه المحمديه. يعني صراحه الناس الله يعمرها دار وناس ديال الترحاب، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم اليوم ان شاء الله هنا في سيدي افني. شكرا. اذكرنا واحد هذا العرس المغربي ولا كل شيء كان مهرجان حتى هو تيزورنا تيزور شكير المغربي صار على الثانيه ديال الداري وحدني من فوق اللي تكرف لا تنسكر غمان كري على اخر ايضا غاسل لي غير الغاز وخويا تيدو فينا يتبحر انا ديب لنا الخير تسوس عند العبد دول اللي ديب بين كلا سوا انا كي بلا غادي لكن كلا ديمو بس شوي غلط طار ولي هكا الحاج غير شاد حلا كتبع مرة كي انت تجد الخير انا ديب بين كلا انت مجد كي تمجد انت من تمجد الخير مدير تيسان دير غاز الخير انا في الا اختاريخ المعركة راه يطلع من هذا من شوية زكيت إلا من شتا قول كازا أي جاهل من شتا يموت نور ترحم الشهداء اللي موت نور يطلع عمران ولا حرين ولا مازال أي هذا في إسبانيا ولا سافر في فرنسا ديال المجاهدين ما زلت نغن المغرب واللي موت نور في يا خويا اللي شر ما كازني ربي البركة أي طلع عمران ما فيك أنت ما زلت نور كون ياتين يا الفنانة مسلم يا مزياد مسلم غوايس ولا أي توماري مسلم حتى يمد دوك من السكاش الخارجي غير حتى بارك الله راه كيف يطلع من البلد تيق فرح الله ونفى ماشي غير خدمه ديال حيت ما يطلع من انا راني دايز في الخير انا سميتي لي اي زمن ولا فورمون حتى الصحفي هاد لي ستار كي هاد لي سكالو شوفوا ديال كي كيدير الله يصلح شي جماعه كي تروح واحد حوايج بوزيتيف نزوز ما كلا انكو وسيس شكون كان هاد اللي يمكي هاد اللي البدايه انا ماشي كاع مي قاصد نخدمو سايس سبيك انا غير اللي خصو نزاد شكون كل ما يداري والدي من ولاد مي قال لي الله ينظم الاخواج ولا كون كيتربى غير البدايه نظام اللي غنقضي هذا حيت غدا لي 24 عام هذا هادشي غادي يكون مالك من الريبا هكا هو اللي غدا الاخشي راه مالك ولا سايس ولا انت هكا فون سنه ديال دي فون يعني كيدو جما كاين ان شاء الله راه غنستيني من ثلاثه ديال سبورتي الجديد ان شاء الله غادي العيد ان شاء الله اي زنو اللون البامان اللي شمال الدوير واحد النهار الدوير في ثلاثة قبائل باش كنحاو كاع في دورة الرابعة نفتخر سيدي نفتخر لهاد النشكة اللي دارنا حيت بامرا اللي فارا دارنا حيت بزاف سيدي ابني ونفرح المشاركة هذا نشكر الإدارة اللي رجعني على غير انا نزري تماتنا حنا نزري مزيان غنى حنا الجهايات نفرح بها راهي فورتي بها الخيرات نتمنى المهرجان التوفيق العالمية ان شاء الله.